لا والله ما العسال. يلا يلا يلا، قاعد تدور الصحن الصغير، قاعد تدور الصحن الصغير، ما لقيته. دورت في العزبة، دورت في العزبة، اسمع، دورت فيه. من فوق بس الجوارب ما دورت. حصلت شيء؟ شوف اذا حصلت صحن حديد صغير جيبه معك. ها اشوف. Mm-hmm.
ما حصلت يا الخوي. ما حصلت ايش؟ ما حصلت الا العسل بس. امال شو اسمه؟ انت زودت شكلك على المصابيب. ايش؟ كثر كثر ذا. وشو؟ الطحين. ادري ادري. بس انا عشان ما يتلبك، صح؟ يتلبك؟ تلبد. تلبد. يو وش ذا؟ نزود مويه؟ لا لا نزود عشان نزود لنا كثير. نزود مويه قصدك؟ لا 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 انا وياك، انت جوع عيال. ايه فيصل بيجي. يلا. هو بيجيك الحين فيصل ابغى اقرص انا. شوف. والله اللي يجيك يقول لك ابغى اقرص. ابغى اقرص. فيصل. خلاص يسد يسد. لانه مو مثل القرص، لازم يصير شوي. لا والله ثقلنا. أبي البيز وينه؟ يلا أيوه وريني شوف والله إنه صار جامد شوي. لا لا مضبوط. لا لا جامد يبيل ما شوي بس. إيه شوف الموية هذه شفت هذه الموية الموية نظر ما ألوم أمي يوم إنك كرهت الحيوانات. ليه امك تكرهها؟ آه مو ب... يلا يلا ممنوع بالبيت حيوانات بس هلا ماخذ نظاراتي ما ادري لقيتها على هذه لبستها اوريك انا شوي تاخذها حقت امس اوريك صب صب ماي صب 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 روح 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 بعد لا لا ما عليك والله واجد ما عليك اخلط وشوف ترى هو كذا بس لا واجد ترى هالماء بس كذا زين ترى يبينا ملعقه هذيك اللي تصب اي نجيب نجيبه بس يبينا ما نحط ماء زياده والله حط مويه والله حط مويه ورن لا والله زين ترى والله زين والله حط مويه شوي بس شوي بس مويه بس الله نصيحتك زين خل اروح اجيب هذي سوى قبل ما يجي فيصل يلا يلا إلى يجينا الحين أنا أبغى قرص بقول له لين نخلص وسوي لك المشكلة نفس الشيء ترى يعني نفس المكونات بس اللي يختلف هذا طويل هذا صغير يعني بس صباح النور وراك تضحك؟ ضحك ولد وفل ولوز ما حطيت انا الحين تشرط انت السبك بهذه الحين ايش راك؟ يمنعك اوه ما طلعت ما تكسر حق هون راح يا ابو حمود صباحكم حنا حنا ولا نقش يا ولد طلعت تضحك هو صح اسمه نقش ولا وشو؟ ايه والله ما ادري وشو في شيء هنا ولا تو؟ لا تو اليوم ماني مسويين قرص ها ابي مثل امس والله اني اشتريت حق امس ايه عشان ولا عشان صايم يمكن لا لانك صايم لا اليوم بنسوي شيء زيه المهم عجل هنا
اجل انا يعني اركض يا فيصل. فيصل ابشر ابشر. شكرا يا عبد الله الجبار. عفوا يا فيصل من قربه. سأل ورك حط ايش ما تفذه. حلقت شعري. والله حلقته. استغفر الله. ورنا ورنا. استغفر. ليه عسى ما اشر؟ ما عشان الشعر. بارك يا العصر. والله انا تعبان على اللفه دي. شوف شوف ابو حشره. اي والله. خليه ياخذ ذا. ان شو شو صادق ترى رقه كيف ترى القطه صار الموضوع يا بس بس سموي عليه سموي عليه على هذه اعطى فوقين الله تعبد الله على السيدي هذا هذا قصرها على السيدي اغرف ايوه هم نمسحها الله قدرنا احنا مغرافة مصيبات ايه حلوة يا ولد الحمد لله اقتنعت هذا مايلة انت ما انت ما انت ما تشابك مايل ذا لا لا بتشوف وقفت وقفت حط حط خمس كل وقفت وقفت لا لا ادهم بالملعقة يا هذا شو كثر بثلاث شهور اه طبعا عمره بتزيد شوف شوف والله المصيبات شوف توقع جايبين لك ذي انا الملعقة ايش بك؟ لصها كذا ما عليه افصلها افصلها والله افصلها بعدين بعدين افصلها يقال انك حالها الحين اخلي انت شوي بس هو قاعد كذا قوس بصل يرجع فيه ريحه بصل ابعد ابعد هذه ابعد هذه ايش؟ ابعد بصل يا ابو عبد الله عبد الله ابعد هذه بس شم ريحه ابعدي ابعدي ابعدها شم ريحه ايه مدود على وجهك والله قل والله لعيونك يا قبل ولا ابعدها كلها لا لا ابعدها كلها ابعدها ما لزوم يا رجال عبد الله مع بوس ايش خلاص وانا احط حق سمنه اخ ما لقيته بالله عليك اي والله دورنا دورنا ما لقيناه انت كانك خابر محل اهدل لي متك جيب لك ملعقه وينها اللي قبل شوي عشان تغرف بها تشيل هذه عند عند فيصل هذا من الجيبه دي توك تجيب اغراضي ايه من السيف كل اغراضنا هنا السيف السيف زقت حاقت تطلب مايك ها اقلب اقلبه خلاص تنجح تنجح اذا كذا احنا ما حنحطها الحوض ناكل انت تطبخ والله مصيبات لا 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 ابو حمود واحده بذوقها اجرب لازم اجرب ذكرتني ذكرتني بالصغر لا اليوم في عسل يا عسل طبيعي ايه طبيعي ايه انت جبته والله لا حقها شو اسمه صحن فيه عسل سمن ايه ايه هذه احنا شنو نسالك عن الصحن اللي نسال عليه طيب في صحون هناك واجد حط اي صحن يا اخي يلا لا انا اعلمك بس ادري عشان تخش ترى سوينا هذه كل بون كل ذحنا جينا يا رجال احنا على صحن اول شيء سبحت اقول ثاني شيء حلقت شعري ثالث شيء ما ادري ايش حلقوك قصدك حلقوك الرجاجيل حلقوك تحدي تحدي اي هذه هي حلقوك بالنهايه تحدي 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 بفرسه ما في حبه خشم ولا حلقوك اي هذه هي ايش نقول حلقوك الرجاجيل حلقوك يا ولد السلامات يا اخي طيب اعترف عادي هذا تحدي يا اخي قالوا قبل ما نلعب قالوا انت قبلت تحدي ولا لا ايه وانت قبلته اي بلا بقبله الأول شرطة أخرى نور بعض العرب بعد قبلها وما أدري إيش سوى والله نسينا ما كلينا بس والله وقتها غلط حق الشعر تتشين وشو تتشين
ما فكرت والله. جهجة ما تحدي تحدي. اصبر اصبر. لا لا ما عليك اصبر. هاي هاي مسببات حليلات. غطى غطى عطني غطى عطني. افش افش اعطني غطي غطي. لا لا تعطيه غطي ولا يشد. شوف اذا برد ترى ما طعم. ترى البارح سوينا وعجنا وكل شيء ولا احد اكل يا فيصل. ابو حمود اذا بردت ما لها طعم ترى. ما صمت اليوم انت. قرب 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 قرب. لا نصوم ان شاء الله. فاذا بردت ما لها طعم والله العظيم. هات السكت. لا تكثر يا ابو حمود لا تكثر حط خمس بس. لا 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 قربتها بالحيل انت خليها اربع اربع كلها قرص كامل كلها حطها قرص كامل بس 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 خلاص كف يا رجال وش المطرسه ذي؟ وش مايل ورده هذه مش عارف كنت والله شكله حلو منظر حضاري هذه هذه اللي انت قلتها اليوم صفن بالله بعطي برسم برصوص على خلاص بعطي برسم قلب والله بكتب اسمك الحين يا بس يلا يلا فنون الطبخ هذه مطرسة الطبخ والله يا لا اهل الله مجلستنا اخر شيء نحلق شعرك هذه مصابيب لكم هذه لي المصابيب دي كل واحد يعني اعطني واحده يا ابو محمود ايش رايك دي ناكلها ودي نحلها نجمعها كلها انا ساعدها صراحه والله شوف لا تلومه عقب احلاق اموره هي طيبه لا والله لا يحاول ما في امل يعني خلاص جزاك الله خير هاي شيء سخنها لك ربي يتهابك ايه يا فيصل انت لو تشوف شلون يناظره ناظره شلون يناظر سكين طاحت شرع طيب شلون طريقة التحدي ذا؟ والله بكيفك حاولت اني انا اعطيك اقلعت اي تحدي يا ابو؟ قال احل الاسئلة هو حليتها يعني شوف والله من ردات الحظ اكل بصل وحلقوه يعني كلهن يا ليت قال حلقوه خلاص الرجال هذاك نفسه اكل بصل حب ونص انت كم اكلت؟ اكلت ربع ربع بس لا اكلت مضغطه كذا طلت انت كيف دخلت التحدي وانت شايفه هذه كذا؟ قالوا لنا هذا اسابيع ندورك قلت الله يلا صراحة كفو يا فيصل عليك يا ابو اصبر اصبر شو مستعجل عليك هل جوع يا اخو ولا لا يا فيصل لا 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 الحمد لله ما من جوع دمرته من تحت لا تنتهي يا ابو ايه ايوه شفت شفت لازقه من تحت من هنا هذه من تحت تو تو في حليب ولا ما في؟ لا والله ما جبنا برا برا شو زويتي ايوه كل يوم سوى حليب سويت حليب شد رحت ايوه بس خلاص هذه يبي لها حركك ابو حمود حركك بيبتي ايش اتخبزه بوجه فيصل ترى مو بناقص اقلبها اقلبها يا ابو حمود صافيف جيد دارك اقلبها اقلبها معي غير اليوم ايش اسمه بيجي ام صائم بنظرة قرص احنا نتهابد بس خليك تشوف شيء والحين شوف شوف اللي جنب المركب مات ايه بالله عليك اي والله وش ذبحها؟ ذبحها احمد سعود ليه قطوه؟ لا فاكه ذبحها البرد والجوع لا جد والله كيف مات؟ مات عيونه يا ولد مواليس ما مات لا فر الله بالك هذا شو كيف مات يا ولد؟ والله ما ادري جيت لقيته كذا باخذ المركه اللي هو جنبها ميت يا ولد وينيس لا يموت يا رجل خليه يموت ما بغلى طروش ها؟ ما بغلى طروش انا خايف من الغاز يخلص شو يموت؟ اخي عطنا ديك يا اخي حبيله
ذا الميانه. لا والله ذا النوع النوع ذا من العصافير والله لعبنا فيه بالنبيطه. حتى انتو؟ اقسم بالله يا كيف كنت تذكونها اذا ضربتوا بالنبيطه؟ والله ولا اذكر، بالعكس انحلتها. بدينا نمصح. شلون شلون؟ امصحها. اي والله. لا تستقبل قبله. بسم الله الله اكبر. يا انا من الله، استغفر الله العظيم. اللهم لا تحزبنا. ايام جهل يا رجال. اي والله. نبيطة والله اني قناص ترى اول انقرصها من فوق الشجرة. والله انا اقول لك انا لدرجة اني يمكن اصيد عصفورين في طلقة واحدة. لا عاد شوف مشينا لك حقة ذي القرص. والله يسد. غلا. لا لا يا اخي نار نظيف بالله تنقز. جيب هذيك ابو تنقز. ابو احمد وش انت انت وش حبيبي؟ تروح داخل تجيب دبه الغاز اللي هنا. وانا فيه ورا الثلاجه حقتنا اللي جوا. شرط وش؟ اخذ قرص. خلاص اعطيك حبه. يلا لسع. يغمز لي ادري ويحط يدي من ورا. اعطتني واحده ليانا. صار نجحت. نجح بس يلا روح جيب. راح يا اخي حط قرص. قسم بالله هذا طيب من القصام. والله لا سؤال الحين بس عشان شب النار ذاك قوي. ما فيها ملح. والله ما فيها ملح. دق. طب روح. طيب دق دق دق. والله اني صادق. دق صح؟ الا فيها. والله ما فيها. لا القرص اللي سويناه احنا دائما ما نحط ملح يا ذكي. بس ما ادري طعمه مو زين. طيب روح جيب هذيك. وين هذي؟ علمها انت عرف المكان. وش هي بس؟ شوف الثلاجات اللي داخل وراها بتلقى فيه كيس فيه دبه غاز. رجع يعلمك. اسمع والله علمك انت. اعطاك واحده. اعطاك واحده. اعطاك اشاره. فرح والله. نجي الحين بسوي لك قرص يحب قال هذاك نار. انت تقول بالقرص ها ورا الثلاجه ولا ورا لا لا ورا الثلاجه. ورا الثلاجه لا خابر ذاك. وانا تعبت من الروح والجيه. انا رحت ولا جيت. مشكله ما راح ولا جاء.